اللي جات دار بيضاء 16. جمع العام ديال اليوم هو في حقيقة جمع عام يعني تتعقد لأول مرة بهذه الطريقة هذه. لماذا؟ لأن الجامعة الملكية المغربية لقنص صدرت قانون أساسي جديد المنظم للقنص في 19 مارس 2017. هذا القانون هذا من بين النقاط اللي تم التعديل ديالها هو الطريقة والكيفية باش ندوزوا يعني التوزيع الجديد، التقسيم الجديد الإداري. هكذا اليوم تم يعني تلاوة تقرير المالي الأدبي لثلاثة الجهات، جهة الدار البيضاء بسليمان، وجهة الشاوية ورضي غاسطات، وجهة عبد الدكالة. من بعد تمت مصادقة عليهم وبعد ما تناقشوا، ومن بعد دازت النقطة الثالثة اللي هي يعني انتخاب مكتب جديد باش هذوك الناس يولي عندهم الحق أنهم يشاركوا في جهوية واحدة. الإشارة فإن اليوم ما حضروش رؤساء الجهات، اليوم حضروا الممثلين. هذا كذلك بند من البنود اللي تغير في القانون الأساسي، حيث يصعب كثير إلا جمعنا جميع الرؤساء الجمعيات ديال الجهة كاملة، غير اللي عندنا واحد العدد كبير. لهذا يعني المشرع والجامعة صادقت على انه يجب يعني انتخاب ممثلين على كل عمله. القانون كيقول بان اذا كانت العمله او الاقليم كيتعدى عدد الجمعيات 10 تخصص لها 5 ديال الممثلين، واذا تعدى 20 خصص لها 9 ديال الممثلين، واذا تعدى 30 خصص لها 13 ممثل كيف ما كان العدد. لهذا اليوم حضروا غير الممثلين ديال هذه الجهات اللي تكلمنا عليهم. كواحد الكلمه للقناصه والتوقع ديالكم للموسم القنصه العام. كلمه القناصه، هو في الحقيقه انا بغيت نقول كلمه القناصه هي كلمه طويله وما كانش كلمه طويله. نعم. كاين موضوع وحوار. كنطلب من القناص بصفه عامه انه يحط في باله ان القنص راه امانه. نعم. وراها رياضه وراها اخلاق وادب، عنده ادبيات واخلاقه خصنا نتحلوا به كاملين. كنطلب من القناص ينخرط في هذا العمل الجديد اللي حنا فيه، لانه غادي يكون عندنا كتجربه. الا ما نخرطش معنا القناص بالاعمال ديالو باخلاص غيصعب علينا باش نوفروا ليه المجال اللي خصو هو ينشط فيه اللي هو القنص. بالنسبه للموسم المقبل اعتقد في تقديري انه ان شاء الله غيكون موسم مزيان بحسب يعني الامطار الخير اللي تحطت على البلاد، وكذلك يعني العمل اللي قام به المكاتب الجهويه من اطلاق الحجال والتوفير ديالو والعلف ديالو والحراسه ديالو. ان شاء الله غيكون عام زين ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم استاذي.